الكول سلو. عشان نعمل الكول سلو محتاجين كرنب متقطع شرايح. احنا جايبين كرنب لونين، الكرنب الابيض والكرنب الاحمر. انتوا طبعا تقدروا تستخدموا الابيض بس، وجزر مبشور وعسل ابيض وبصل اخضر مفروم وملح وزبادي ومايونيز. وهنحتاج ممكن معلقتين ثلاثة من المية اذا حسينا ان احنا محتاجين. هنحط البصل الاخضر، المفروض يعني معلقة واحدة، انا بكتره لاني بحب طعمه. وبعدين هنحط الزبادي ونحط الملح ورشة فلفل لا تسكر، وممكن يبقى فلفل ابيض لو انتم ما بتحبوهوش يبقى باين. المايونيز بيبقى نص الزبادي، نص كمية الزبادي مايونيز. الناس اللي بتعمل دايت يقدروا يحطوا زبادي لايت و مايونيز لايت. وبعدين ننزل الجزر، الكرنب، واذا حبيتوا تحطوا كرنب احمر تطعموا بيه كده بيبقى طعمه حلو وشكله حلو. مش حابين مفيش مشكلة. معلقة من العسل الأبيض، ممكن يبقى سكر بس أنا بحب العسل لأني بشوف إنه بيدوب أسرع وطعمه بيبقى أحلى. في كمان ناس بتحط معلقة خل أبيض، فلو حابين تحطوا خل أبيض معلقة واحدة ماشي الحال. شكرا، أشكرك 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 بشدة وبعنف. ميرسي كتير. هنقلب الكول سلو، هنحطها في التلاجة مدة ما تقلش عن ساعتين قبل الأكل. كل ربع ساعة بفتح التلاجة وأقلبها مع بعضها. ليه؟ لأن المية اللي هتنزل من الخضار ده هتخلي الدريسنج يفصل، هتلاقوا فيه كده شوية دريسنج وشوية مية. فاحنا عايزين نقلب كل نص ساعة عشان نخلط الدريسنج مع الخضار مع المية بتاعته. طبعا كمية الخضار هتقل علشان هيدبل وهينزل المية اللي فيه. يبقى الدريسنج عبارة عن زبادي ومايونيز وملح وفلفل وعسل أبيض وخل، والخضروات عبارة عن جزر وكرنب أبيض وكرنب أحمر وبس كده، وبصل أخضر حبة صغيرين يعني مقدار معلقة كده مفرومة. وحلو جدا جدا وهيعجبكم قوي قوي قوي. بس زي ما قلتلكوا ساعتين قبل الأكل، وكل ربع ساعة كل نص ساعة أقلبه كويس. نجيب الطبق بقى.